على عتبة الانتخابات تساقطت الوعود الفضفاضة، وأكثر الملفات جاذبية للأصوات هو العفو العام. مواصلة العمل لإقوى قانون عفو عام، لكن مشان ما نوعد الناس هيك على الفاضي، هذا ليس من الأمور السهلة بتعقيدات البلد السياسية والأمنية والطائفية. بلشنا نشتغل على قانون عفو وشفتوا أنه صياغته صارت جاهزة، وهيدا الموضوع بإذن الله بده يصير، يعني بده يصير. موضوع المبعدين قصرا إلى إسرائيل، هل هالموضوع رح تقولوا حل أو رح يكون ضمن العفو العام المنتظر؟ ما قالوا عليه العفو العام معفى عنهم هلأ، والبدو يجي عم نسهله أنه يجي. على قاعدة لكل مقام مقال تختلف تسمية التهم باختلاف المذاهب، الطفار لدى الشيعة، السجناء الإسلاميون لدى السنة، وملف المبعدين إلى الأراضي المحتلة لدى المسيحيين. فهل ترتبط هذه الملفات بقضية العفو العام؟ وهل من مقايضة على أساس الستة وست مكرر؟ المشكلة بهالبلد كله ستة بست مكرر، هذا المشكلة يعني. حتى هيدا الملأ يا ريت فينا نتجاوز هالموضوع هيدا ويكون كلنا مواطنين. في كتير أبرياء، في ناس ولدوا بإسرائيل شو قالون عليها، في كتير تركوا هون كان عمرهم 30 أو 4 سنين، مش حرام؟ في ظلم، في ظلم بحق أخوتنا الموجودين بإسرائيل. اللي ارتكب بجرائم هيدا بالطبع ما حدا راح يشد فيه. المعيار معيار عدالة، إنه هيدي قضية إنسانية انطلاقا من هون المفروض تعمل معه، بينما الثانية قضية فيها إجرام، فيها قتل عسكر، فيها تهديد أمن بلد، فيها ضباط وعسكر استشهدوا، ناس تروعوا، انفجارات إلى ما هنالك. مفروض العدالة تكون منحة تانية. ولكن عميد في البعض بيقول إنه هذه كمان موضوع عمالة، العمالة ما بتختلف كمان عن قتل العسكري. كل شيء له عابه، بس مش طريقة العفو على الطريقة هيدي. أي قانون عفو من أي نوع اللي كان لازم يعتمد معايير وياخذ بعين الاعتبار انه في مبدئيات واساسيات بالبلد ما فينا نتخطاها. في فرق بين العميل يلي هو مرتكب ويلي عمل شيء اذى فيه البلد، وبين عائلته او ناس بالغلط صاروا بهيدا الجو. مشان هيك عم بقول الموضوع ما بيقدر يكون بس انتخابي او بظل الحمله الانتخابيه. بين من اختار الابتعاد عن السياسه وبين سياسي رافض للكلام، لا يزال العفو العام غير واضح المعالم. الرئيس هون حكي اليوم عن المبعدين إلى إسرائيل ويمكن دعم للعودة إلى لبنان. ما عنديش تعليق أنا. عم ينتقدوا التفاهم ما بين التيار والمستقبل. نائب وليد جنبلاط قال عم بيصير في يمكن احتكار لهذا الموضوع. اليوم بس يوم السؤال عيد. اللي بده يقول هيدا الاحتكار والتفاهم كمان بيشمل العفو العام اللي حكي عنه الرئيس عون اللي شامل كمان المبعدين. اليوم يوم عيد، مش يوم للمواقف السياسية. تلقفت هيئة علماء المسلمين خطاب رئيس الجمهورية لتقارن بين قضية المبعدين والمدعى عليهم بجرائم الإرهاب التي اعتبرتهم استدرجوا لمواجهة الجيش في عبرة أو كانوا يدافعون عن أنفسهم في باب التبانة، سائلة أي الفريقين أحق بالعفو. وطالب الرئيس عون بموقف شجاع يسجله التاريخ من خلال العفو العام الشامل وتصفير السجون. روان أبو خزام، قناة الجديد.